يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في تعريف الصليب؟ هل هو ما يكون طرفه السفلي قصيرا وطرفه هل هو إيش؟ ما هو؟ ما هو الضابط في تعريف الصليب؟ الصليب؟ نعم. الصليب ما كان عند النصارى، ما كان شعار النصارى فهو الصليب، يزعمون أنه على صورة المسيح ما هو مصلوب على الخشبة. نعم. هل لا بد أن يكون أحد الطرفين؟ لا، هو أنواع الصليب، ما هو نوع واحد، ما هو نوع واحد، أنواع، لكن العبرة بما يتخذونه شعارا، العبرة بما يتخذونه شعارا لعبادتهم، وهو يتنوع عندهم، له صور كثيرة. نعم.